بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس تاني نو سو سعوتيه كو سابساني تدبر كقرآنك فهنك يكو عمل فلك قرآنك أيو نسيو دي دونا مانتنا وحينو كهل دي دونا قول الله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وانا درسي لحاد سلسلة ديني كتدبر كقرآن وحنك الله إن مركع عاوة أما ما أنت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سورة فاتحة. الله سبحانه وتعالى هو الرحمن والله الرحمن كأه إن حريستي سؤي واسع كنقطي كل شيء شيء والبا أي عام كنقطي شيء والله نول شيء والبا الله سبحانه وتعالى نحريس تيسو وي عام وي قهدي سيدا أولي الله سبحانه وكم الله سبحانه وتعالى سيدا وكلم الدوميهيسا ساق أيام الكاس أنه حريستا هورينا وانقي أطل ماني فرق أدحية لبدا مقع الرحمن إي الرحيم سيدا أولي الحافظ ابن قيم رحمه الله وحوري أن الرحمن قد تضمن من صفة الرحمة ما يعود على الله تبارك وتعالى وحكم معنيه شيخ ابن قيم رحمه الله الله سبحانه وتعالى إنه كتل ما من يحي نحريسته صفة نحريسته إنه لا يحي معناها الرحمن ويه مركز وحكم معنيه معناها الرحمن والله سبحانه وتعالى إنه كتل ما من يهي نحريس أو يسقى أو نقطة مركان نحريس الرحيم نوحو ابن قيم كوم مكا معنيه وحكم معنيه الرحيم دال على وحو كتصي أثرك نحريس صفة سو مركا أقود بيس مخلوقين مركا دينو سوكو ابن صومالي الرحمن معنيه يسو وحويه الله نحريس كتل ما من الرحيمنا والله نحريستي سو اي قادو الدوما لكن ان بدن او اهل علمه وحيد اهدن الرحمن هو ذو الرحمة العامة للمؤمنين ها والكفار الله هو الله اليه نحريست قود اي قادة مؤمنين تا اي قالة دبا اي الرحيم كنا انو معنيه سو يهي الله نحريست قار كاله يقول نحريستا مؤمنين تا ها مركا لبدا قول أيه دهدا لبدا فرق يود حي الرحمن الرحمن هو محمد إن مركا قول كرادة إنه قادنا إلهي إنه كتل ما ميه النحريس الرحيمنا الله النحريس تي سمي قاد مخلوقين تا كلا بعدنا علماء بدن وحي دهدين الرحمن معنيه سو حوين الله النحريس تقول له إن نحريس تي سم قال يا مسلم بأي قاد مؤمن يا قال بأي قاد رحيم نوا محي والله نحريس تجار كألا المؤمنين تقول نحريس تأي جنس يا إيمان كمركا قليل ها مركا هورينا وينو قص واحد الني يعني فرق أو دحيح أنت أكبر لكن أنت عينو كوجود بينهم ها الله سبحانه وتعالى وحو مركا على كل حال الله سبحانه وتعالى والله نحريس تلي أما هلا إذا هذا نحريس بكتل ما من يهي الرحيم نحريس تشتك ويقادا أما هلا إذا هذا الرحمن وأن حريس تقول قال يا مؤمن بقادا أما الرحيم نمرك هاللغم عنيه والله نحريس تقار كأل نحريس تيسو أي قادو مؤمنين تا هذا بقى الله سبحانه وتعالى الله نحريس تيسو أي واسع كنقطة ويام علماء قاركوا حيلي الرحمن أياك حيل دير الرحيم وأنا سدعو تلمامي أبو جعفر ابن جرير الطبري كبير المفسرين وحويري أنه قد عدل به عن زينة نظائره وزن أوليه رحمن وكدويه مقعان تألئي لمدة ووحويان وزن يسو وكدوزن يسو ما الرحيم لكن هو الرحمن الرحيم وصدا عانك اه اللي يقان مركا ووزنك معهود كا اي مركا اللي يقانو صدا كريم
عظيم سميع بصير سدا سوك لمركا وزن قاسنا ما حق اللقظة وفعيل وعلى وزن فعيل. وأما الرحمن فهو على وزن فعلان ها معناها مركا وحليه إنه جرير الطبري حق ميزان كيس وكد وينه سدا أوجد وكحيل داري هاي مقعان تكله ها أي مركز أو سود الوشي سدا كله فعلان معنيه سواح علماء دهدان علماء اللوقة وعلى الامتلاء وحا لغكنا قضاء لغاها الله شيء قاس إنو بوح سيدا ليداه غضبان وقف عرق بوحسي والشبعان وقف درقي يوحي مكا الله المالا هذا بولا ليال أفير صدى صفادة تبارك الله وتعالى إنو لا يهي أو نفتي سلادة هي رحمد الدومدنا أو نحريستو لبدا صفاء يا مكا ولا ريال لتلمامي ها مركي لتلمامي تانا وحل وحجيسي ربوبية دي الله ها الحمد لله مركوري الحمد لله رب العالمين هدنا الرحمن الرحيم هدبا ربوبية دي الله وحل قفهم يا علماء دو إلى هدان إن إلهي لقبقو واي الله والله إدو دونو دبركي كتبية والله يسقو حمامه أمرك يسقو إسكال إيه كنت تصرف وحو دونه مركز سيدو دونه يوحو دونه مركز سمية مركز وحل يفع يسنع علوم دليهن إن الله لقبقو والرحمن الرحيمنا وحكو جرت ترغيب استعليسين إن الله أود إنتا لك أو كنت المامية نحريس لجعلاده سيدا أوغير وحل ربا أدونكو إنو كنو ولاده الله عبسديسة انت انو مالو دحيسة الله عبسديسة ايا الله رجين حريستيسة او رجين يومك او جعليه اللي كولن كيسة سيدا وقاد علماء واحد اهدان وسيدي شمبر لابو باد او كلا لابو باد او كلا ايا مكا علماء مكا ايكو تلماما سيدا وقاد قفكو محو مكا او كولن صدي الهيك عبسديسة ايا رجين تيسة سيدا او كشرحي إمام القرطبي رحمه الله سيدوك الأولى ليا الوحل لغا قادنا يا آيات كان أين صور شاقنا بلوغ سورة الفاتحة الأرهب بيديسو تبارك وتعالى إنا كل سنته على الرحمة فهو رب العالمين إساقو عالمين تربي قوذا وحول بقوذا أيو الله سبحانه وتعالى أو نحريستا الدوميسا نحريستي سئيره بيديسو نوحي قادي ويكقو أي قادي عالم العلوي عالم العلوي يعني عالم كسرع السماء ذا كنول إيو عالم السفلي عالم كمركز أرلا ذا دول كمركز كنول هذا سؤال بمشي كجرت مركز ألا ربوبية دي سؤال ليال ما ربوبية أخذ وانتقام بها مسوى ربوبية رحمة وإنعام ألا ربني ما دي سو ما أرجو سشو يدبر ككجمين بها مسواء النحريس شو هي النعمين وحويان جوابته والنعمين واي مركو قال لي الحمد لله رب العالمين وحك دبت من دين الرحمن الرحيم ها سيدا اوجد الله هو بيدي سو وحي كدسنت هي النحريس هدبا ربيغا انغو تصرفا وحو دونا انغو سمين كرا اي ارنكين مامولا وا الله نحريس توي ولا ليا مركز سدا أو دونك أو فهمه قلوبته أو صحي صونيسا أو يجعلانيسا الله سبحانه وتعالى انتي الله جعلاته أي الله وينين قلوبته الله ويشرفي سدا أو قيد قلبك وحكب وحسمي قفك إلهي ربوبيدي سيئا حريستي سوق هذا إيا الله كرم كيسا جعيل أو نوهينين عدكالي سدا أو قيد عبادة وعبادة سنة يوحي كسر إسناني أما يكون إسنان عبادة مهضة إيو مهنقة وشكر إيا حمد مركا كردسا إيا وحي لم هالمالة إيا كلمات كمحبضة هذا بولا ليال عبادة الله وحماها أبسي كليهاتي لكن ولا ليال وجعيل الله وحول بين وفضدي الله إنو نحريست الله وحول بين نسية إيمان النسية إسلام النسية دين النسية عافماد النسية إنا نجعلان أي مركا إنه واجبه هذا وحو مركا الدونك إلهي أو كقابل يا إساغ أو دما يستيران رابي جيس خالقه وانا محبوب كيس كأغوه الرئيو أو جعليه
naftiisu ka jecel yahay, ehelkiisu ka jecel yahay, caruurtiisu ka jecel yahay, waalidkiisu ka jecel yahay, dadka oo dhan ayuu ka jecel yahay. Qofka Alla subxaanahu watacaala qadarkiisa ogaadaayo sida ayuu dhaqmaa. Haddaba walaalayaal, hadday quluubta Ilaahay sida ugu tacalluqto oy rabbigeeda ku tacalluqto isaga quluubta abuuray ee manhajka qaata, maxuu qalbigii helaya? Yaa salaam walaalayaal, qalbigii wuxuu helayaa raaxo iyo hodantinimo iyo farxad iyo nolol macaan iyo raaxaysi uu ku raaxaysto iyo dhandhansi uu dhandhansado cibaadada Alle iyo Alle wixii u dhoweynaya oo dhan. Qofka haddii uu ku dhaco markaa waxauna raalli ka ahayn walaalayaal, wuxuu dareemayaa makruuhaasi auna raalli ka ahayn, ama cudur ha noqdo ama musiibo ha noqoto ama dhib ha noqoto, dhan uga timiday hee inuu ka yimiday Allaha uu jecel yahay ee rabbigiisa ah ee naxariista badan. Sidaa awgeed wuxuu aaminayaa Ilaahay inuu khayrun uu la rabo oo Ilaahay uu doortay inuu manzilo kor ugu qaaday. Sidaa awgeed addoonku wuxuu markaas uu ku noolaanayaa in uu raalli ku noqdo boqolkiiba boqol waxa Alla subxaanahu watacaala uu keenay. Hadduu wax wanaagsan yahayna inuu Alla u mahad celiyo, haddii uu waxun yahayna waxa weeyaan oo ku sabra markaas. Sa uu nabigeennu yidhi sallallahu calayhi wasallam, sallallahu calayhi wasallam, rasuulku muxuu yidhi cajaban liamri lmuslim, wax qofka muslimka ah arinkiisu waa yaab. Qofka Ilaahay aamis arinkiisu waa yaab. Hadday dhib u timaado wuu ku sabrayaa, ajir buu ka helayaa. Haddii ay khayr uu helana Ilaahay buu uga mahad celinayaa, ajir buuna taa ka helaya. Rasuulku wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, walaysa dalika ilaa lilmu'min, martabadaana ma gaadho qofka mu'minka aan maahine. Qof ma gaadho martabada qofka mu'minka aan maahine. Haddaba addoonku markaa cibaadadu dhib ku noqon mayso, cibaadadu ku cuslaan mayso, bal uu ku raaxaysan. Hadday dhibaata ku dhacdana adhoon maayo, Ilaahay ayuu markaasi ugu sabri, Ilaahayna subxaanahu watacaala ajir buu siin. Hadduu xitaa caqliga qofku dib xitaa ugu noqdo, haddaad jazac la timaado dhibaatadii kaa tegi mayso, dembina waad ku dhici. Marka asxaabulcuquul markuu qur-aanku leeyahay arrinkaasi waxay ku qaataan ulul albaab, ulul absaar, yacni kuwa caqliga lihi, waxay og yihiin waxaan ku dhacay inuu marnaba asiibayn. Markaad arrinkaa ogaato, Ilaahayna uu korka ugu qaaday, waad ku sabri, ajir baad ka helin. Haddaba wuxuu leeyahay Alla subxaanahu watacaala, arraxmaan arraxiim maaliki yowmiddiin. Haddaba Alla subxaanahu watacaala tabaaraka watacaala keligii ayaa maamula oo iskale oo boqor ah maalinka abaalgudka. Maalinka abaalgudkuna wa huwa yowmu lqiyaama, waa maalinta lays xisaabin doono, waa maalinta dadka waxay camalkay sameeyeen loogu abaalgudi doono. Alla subxaanahu watacaala dadkoo dhan ayuu wixii ay sameeyeen acmaashoodii buu ka abaalmarin doonaa. Haddaba qofka muslimkii markuu akhriyo aayaddan, rakcad walba oo salaadiisa ama faral ha noqoto ama sunno ha noqoto, arrinkaasi wuxuu xasuusinayaa inay jirto maalin la isxisaabin doono, maalin wax yariyo wax weynba la isxisaabin doono. Sidaa awgeed muxuu markaa uu sameynayaa mu'minka ama muslimka saxdihi? Wuxuu u diyaarsanayaa min ajli daalika an yucidda lahu cuddatah, cuddadiisa iyo alaabtiisa maalinkaasi wuu u diyaar galoobayaa intii awooddiisa, Ilaahayna subxaanahu watacaala uu kaalmaysanayaa. Haddaba wuxuu noqonayaa addoonku qof u diyaar galooba diyaar galow dhammaystiran la kulanka rabbigii. Laxdo walba ama daqiiqad walba, ilbiriqsi walba, waxa suuragam ah, waxa suuragal ah ama la arkaa inuu mowtkii ku yimaado Ilaahay la kulanto, maxaad Ilaahay kula kulmi doontaa? su-aalahaasaa la rabaa walaalayaal inaad isweydiisaan. Sida awgeed qofka ogaada inuu Alle maalinka qiyaame, macna maaliki yowmiddiin, maalin walba inuu akhrino, qofka ogaada maalinka qiyaame boqorka keliya haatay inuu Alle yahay oo Alle xisaabin doono oo maalinka abaalgudki dadka oo dhan lagu abaalgudi doono waxa ay sameeyeen, hee haddaba ka gaabin maayo wax walo wanaagsan, wax walo wanaagsan ka gaabin maayo, una dhowaan maayo oo uu ka fogaani waxyaalaha macaasida Alle
إلهي أيو قفكاس إسكو ديبي تبارك وتعالى ولنا تاجي مايو أو وحوس كإلالين إلهي إنو كلك كل ما إسقى أو عيدا إقدام المفلسين كو مفلسين تو سيدا أي وي ما دين أي إله ولي ما دين ولا إيمان مايو وايو ولا ليال دار آخر لا تصلح وما هجاك سنة أو ما هبونا كو عيدا ما لنتا الشقة ما جرت نو والله وحوسيتو أما أيو أما كوكالي نار أما أو جنة كوكالي دونا يعني نحريس تقلع أي جنة لغو قلع لكن هدنا قفكو وإنو مركا وحلي ما دون هذا هو حلو بهني هي قفكو إنو مركا أو كدك دغو أو أدك دغو طاعاتك ها إيا إنو زياد سدو ألا عبادة ديسا إيا ألا أدواشيه سوحا كينيا سدو كلاولا ليال إنو كفقا دو قفكو معا سدا إيا وحان إلهي أقلمي عرب كيسا إنو إلاليو أرقيسا إنو إلاليو حبنه سئنو إلاليو وحا قلبه سئنو إلاليو وحلا لوحي مع سيدة الله كان يئنو كفا قادة لو باهن يهي حال كيس ولا ليا المركة محونا قونيا قفك معناها مالك يوم الدين فهمي ها إن أو إس إلالين أو كجرو إنو إس إلاليو إيساقو وليب أي كده يهانتها يعني أك ها في حال من السيانة إنو إس إلالية أو إس كإلالية معاصدة ها إيو إنو لازمو داعة الله الساس اللو بهاية إنو وي حمالنا أو كفا قادو وحي وناكسنة داعات كده مركاس أو قفك مركا أو لازمو مالك يوم الدين هدبا وليقي إلهي سئلو بمايو صباحا ومساء ذكر أيو ودي دونا بل يذكره ما بين ذلك بل إسكبر دافع قلنك هورية قلنك الدمام تود حيسا إلهي وحسي دونا ذكر أيوه حسي دونا وحسي دونا أو حسوسنان دونا إله وبري دونا وبري يا مركا والله تبارك وتعالى يملك الدنيا والآخرة والآخرة الله سبحانه وتعالى الدنيا ذي آخرة إسقى أيا إسكلم حدبا الله سبحانه وتعالى محو إسكو خاص يلي أو يلي مالك يوم الدين ولماذا واحد هذا الله وحو إسكو خاص يلي كما يقول أهل العلم السدى شيخ الإسلام يغير كيبه لأنه لا يدعي فيه أحد الملك سوى الله ما لنتاس قفا ألا أهين وبقر نمشى ينكر أي مجر تبارك وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقرت إنما ضيالي أيها الأورندون ما لنك قيام شب إتهال لي كرتا مجرت نول بو يسقرين بقردي ما دا حتاغي وانو أركي دونا حديث تسوس وعتساو مركا أو شرح يسا مركا مركاس يلا يسكو جواب دونا لله الواحد القهار سيدا حديث كوي مدير رسولك صلى الله عليه وسلم ما لنك قيام ألي وحودو بدونا سماواتك ها مركاس الله سبحانه وتعالى قعنتي سميديك أو كوقبان دونا مركاس الله سبحانه وتعالى أو أورن دونا أنا الملك أنا أيا بقرأ أين الجبارون أو كودك قصب جري جبارين تدك قصب جري أو حكو قصب جري أين المتكبرون كوي مدح تسنك تاقي جري مدح تاقي جري آوي ثم إنتا كذبنا الله سبحانه وتعالى يطوي الأرضين بشماله كأنتي سبدح أيو كدوب دونا تضبض أرلو ثم يقول مركز الله أورن دونا أنا الملك أنا أيا بقرأ إذ بقره كلمة جرتو أين الجبارون كوي جبارين تاهي دتك قسب جري آوي أين المتكبرون كوي دتك كيكو كبري جري آوي وحويان كوحد قد بجري آوي والكل ولا ليا المال انتا دمان مخلوقات كميش جوغاي إلهي أي أد اللي سيهين تبارك وتعالى والدليلين في ذلك اليوم إذ مضحتاي كرتا مجرتو وإذا كان ذلك اليوم العظيم الهائل الذي تقع فيه يعني هدي هدبا مالك سداس وين وحياله هو وين أي دحي دونان ولا ليال ها هو شو وين أنا صورة سنكر أي دحي دونان أي دحي دونان أو إلهي ملكيو أو إلهي إسكلية تبارك وتعالى فهو لما دونه أملك وحكى سكينا وحويان كهو سيئ مالك قيامنا إلهي ساق أيامك بقروة إذن
Allah subhanahu wa ta'ala maalinkaasi fadiic ah ee weyn isaga ayaa boqor ah, waa maalinta ay shib odhan doonaan makhluuqaadku. Falaa taraa ila alkhuduuc alkaamil, maalintaasi cid hadli kartaa ma jirto. Nin walba, qof walba uu dulaysan yahay. Alla wuxuu yihi fi suurati Taaha, wacanati alwujuuhu lilxayi alqayuum, cid madax taagi kartaa? Cid waxa weeyaan maalintaasi cid walba way baqaysaa. Khalaa'iqdu dhammaantood walaalayaal way aamusan yihiin, cid la hadli kartaa ma jirto. Waxaa wajigooda ka muuqda khuduuc iyo dul ayaa markaas ka muuqda. Haddaba Allah subxaanahu wa tacaala haddii maaliki yowmiddiin oo maalinka abaalgudka aw isagu aw Allah subxaanahu wa tacaala aw keligii aw boqor yahay, wixii ka sokeeyana waa u awleysan yihiin inuu isagu boqorkooda yahay. Saa ogeed baa loo baahan yahay walaalayaal inaynu kaga dhab yeelno oon kaga dhabayno, inaynu kaga dhabayno walaalayaal iimaanka aan aaminsannahay Ilaahay inuu wax walba isagu uu boqor yahay. Sidoo kale Allah subxaanahu wa tacaala maalinta ayuu isku idaafeeyey. Haa, ma odhanin Allah subxaanahu wa tacaala haa haa maaliki diin, laakiin wuxuu yidhi maaliki yowmi diin. Ma odhan Alla keliya haatay maaliku diin, haa ma odhan waa maaliku ljazaa walxisaab, ma odhan Alle, laakiin muxuu yidhi maaliki yowmi diin, maalintaas uu idaafeeyey Alla subxaanahu wa tacaala si loo ogaado in abaalmarku aw maalin go-an aw leeyahay uu Alla kala saari doono maalintaasi khalaa'iqda oo dhan. Waana maalin keliya, Ilaahayna uu xisaabin doonaa khalaa'iqda oo dhan dhammaantood. Haa, waxaana dhici doona maa yaqac wayaqacu fiihi maa yaqac, waxaa dhici doona wixii dhici lahaa ama wax dhici doona oo inooga waramay Rabbigeenu subxaanahu wa tacaala, wuxuu inooga waramay Nabigeenu sala allahu calayhi wasalam min axwaasha ay dadku ku sugan yihiin maalinka qiyaame, iyo waxa ku dhici doona oo ah min alkarb washidda, yacni dhibta ku dhici doonta iyo adayga jira maalinta iyo dhididka ka dii doona iyo dadku sida ay u kala qeybqeybsan yihiin qeybo yihiin. Waa maalinta dadka oo dhan ay kasoo bixi doonaan qubuurtooda, ka annahum ilaa nusubin yuufiduun, iyagood moodo calan meel halkaa intee looga taagay ay ku cararayaan. Markaa sida awgeed dadka qaarkood iyaga oo dardaran oo shaydaan dardariad moodo ayay kasoo bixi doonaan, kuwaasina waa kuwa ribada cuna. Qaarkood iyaga oo sida darada ah qudhaanjo yar oo madow wax yar iyagoo ah ayay soo bixi doonaan, dadku ku tuman doonaan. Kuwaasna waa maxay? Waa ahlulkibr, kuwa iskibriya ee kibriga sheegta. Intay noqdaan waxa ugu yar, yacni darra atamiyaan odhan wax ka sii yar darrada yar intay noqdaan ayay dadku dul socon doonaan. Waxaa iman doona walaalayaal maalinta dadkii dadka dhulka wax ka qaatay, iyagoo markaa arladii ay qoorta u sudhantay ciqaab. Qaarkood waxay iman doonaan walaalayaal iyagoo qoorahooda iyo dhabaradooda ay ku wataan oy sidaan oy xambaarsan yihiin adduunyadan waxay ku xadeen. Waxaad arki doontaa mid geel xambaarsan, waa qoladii geela dhacday. Dadkii geel jirayaashii wax dhici jiray maxaa hawltaan, hadduuna Ilaahay toobad keeni. Qolo iyagoo lo dhabarka ku sita ciqaab ahaan iyagu soo bixi doonaan, qaarkood iyagoo ari dhabar ku sita, qaarkood iyagoo ku sita mobler, yacni alaab fadhi oo kale ama kursi ama wixii la halmaala. Markaa haa, yacni waxayna waa naahna markaas agabka aynu dhanaf Soomaaliga agab isoo ku sita markaa wixii waxday. Qaarkood iyagoo dahab dhabarka ku wata oo lagu ciqaabi doona iyo wixii waxaa la halmaala. Maalintaasi walaalayaal fadeexooyin ayaa dhici doona maalinka qiyaame. Qof walloo qaadir ahaa oo wax khiyaameeyey bannaankaa la keeni doonaa. Khalaa'iqta oo dhan hortoodaa lagu fadeexadayn doonaa.
فالله مالك ذلك اليوم. الله سبحانه وتعالى وبقر كمال انتاس هول كبدن بقر كذا ويا هذا ولا لي أرسلوا كلا أوفي السدا أرن كاسنا وأرن مهمة الله بهاي إن لو برا رجولا لي كلمة أما آيدا مالك يوم الدين وحا كسوغن إن بعث أو جرؤ وضد كل صو صار دونه ولا حسابين دونه و الله سبحانه وتعالى ددكن لسو علين دونه و ارل جيركودي سيدي او يها لو سو علين دونه عيد لا سو علين دونه ها يا ان اي جرت مركا اخره ادومه ان لحسابين دونه اعمال شود لو حسابين دونه كي عمل حم لي مدنا عمل كي سخن لو ابال مرين دونه كي عمل وناغسن لي مدنا الى هي عمل كي سوناغ كو ابال مرين دونه سيدو كلا ولا ليال ها وحا مركا لغا فهمي آيادني إن مالين كاسي أو الله غرصوري دونو أو كالساري دونو أو كالحكومي دونو داد كدحدو دا حيوان كدحدو دا خلائق دورنا سي عدالة أو كالساري دونو. الله سبحانه وتعالى محكويري سورة زلزلة سورة زلزلة محكويري ها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويعني الله سبحانه وتعالى قف والبا وحي أو سمية درها النقضاء ولقى أبا المرنية خير إيه شر وحي مركا ولقى أبا المرن دونه وأكد دونه مركا ها درها دونه ولا ليال علماء ذو وحي لهذا وشي لا وجود في هذه الدنيا ها وشي أدوير هدو خير يا هنا خير بالو أبا المرن وحبال لقال وحو والله تسمي سمعنا هدو وحو لقى أبا المرن دونه هذه أو شرية هنا مركز سيدوك له وحا لغوريا هذان درد وحكا تلمامه معاوية ابن قرة أيا وحا لغوريا ومكا أحد التابعين أيوها إنو يدي مكا انتو أيا لوسو هاد يدي مركاسو كعوني باقي وكتاقي مركو باقي مذوباتي وباباي أيو مركا أفوفي ومركا أو درد مركا أو النقضي مركاسو إيغي مركو أفوفي إنير أو سوق هذي أيا وحبو مركز كساري وابا انتيون والشيء آد وير ويان والشيء آد وانتي وير. بسم الله الرحمن الرحيم سيدو كلام ولا ليال وحال لغوريا أبي العباس وحال لغوريا إن أو سوق هذي حبت خردل حبت دا خردل كا أو سوق هذي أيا مركا وحو كميزامي شن إيلا باتن درو يعني درو دا سان فسرعنا كوجي تسورة زلسلة حبدي خردل كي أيام مركا كبات خردل كنوا شيء آدو ير قرآن كنوا مركاسو ينو تنامي قرآنت كهدلكو محو نقوني أولا ليال وحو نقوني قرآنت كهدلكو وحو نقوني مال كاسي ومال أبال قد تدك أيال أبال مريد دونا وحي لي مادين ولا ليال إلهي أوسي عدالة أيوك الحكوم دونا وحظل ميو لظلميك واحد ظلمي نمجره إلى هاي عيد أو ظلمية يمجر تقف والبا وحلقوا أبا المرين دونا وحي أو كسبضي اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. ها هذا بقى محو إلى هاي أوكو أبا المرين دونا وحلقوا أبا المرين دونا دادك أعماشي أي لي مادين لا ظلم اليوم واحد ظلمي مجره قولك أوليه الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين سورة الفاتحة وحنو كفا يسنى سوك الأولى ليال دادك إن لقبرا رجين يا عملك سيقفك أو أولوك المو الله سبحانه وتعالى إساغ أو مركا أعمال وناكسا لي مدي سي أو مركا ولا لي القفك أو قد دالو إن مركا أعمال شا وناكسا أو لي مادو أو إلهي ربي إساغ عبسوضو مع سيدة مركا أو كفك هذا رال لي هانشاه إلهينا أو راديو مركا ورأينو أو برتو وح إلهي رالي لو نغضا مرلباتكنا إن مركا أو قد دالو مركا سمع سيدة أو كفك هذا مركا سيدة وكلا ولا لي ألو في رسالة كلمة ده مالك يوم الدين ها الله سبحانه وتعالى مالين تاسي ها ويؤي دافعي مالين تاسينا هول وحوين أيا لعدونا سيدي مركا أي نصور شيئني سيدو كلا ولا ليال قولك أولي الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين ها وفي رسالة مركا ولا ليال الله سبحانه وتعالى والله إلهه والله ربقه والله النحريست له سيدا أوجد علمات وحي لهذان هل كان إلهي وحيصي بقر نمديسة أيوح سي الله سبحانه وتعالى أو بقر كيهي
maalinka weyn ee dhibaatooyinka weyn ay dhici doonaan, sidii markaa hore markaa aynu u tilmaanay. Sidaa awgeed Allah subxaanahu watacaala afar shay ayaan aayaadka aynu soo qaadanay oo tilmaamay, oo ah: kow, inuu ilaahay ilaah yahay oo isaga la caabudo; inuu ilaahay rabbi yahay cid walba isagu uu maamulo; in Allah subxaanahu watacaala uu cid walba uu naxariisto; iyo inuu isagu markaa uu malik yahay oo boqor yahay. Haddaba afartan magac ee tilmaamada lasoo tilmaamay, xaafid ibnu qayim raximahu llahu tacaala wuxuu leeyahay markaa, waxaa markaa soo hoos galaya buu leeyahay ibnu qayim, haa, dhammaan magacaanta alle iyo sifooyinka alle ee afarta ah ee wada wan wanaagsan. Haddaba qoolka uu leeyahay Allah subxaanahu watacaala maaliki yowmiddiin, ow Allah subxaanahu watacaala uu leeyahay maaliki yowmiddiin, waxaa ku sugan afar tilmaamood. Kow, in Allah subxaanahu watacaala uu addoommihiisa uu ku leeyahay, haddaad tihiin kuwa imahadinaya oo aniga i weyneynayo isharfaya, hee, imahadnaqa, waayo anigu waxaan ahay Allaha, waxaan ahay ilaaha ee la caabudo. Markaa macnaheeduna waa maxay? Allah subxaanahu watacaala inuu leeyahay afcaasha iyo sifaatka kaamilka ah wuxuuna mutaystay. Allah subxaanahu watacaala mahadnaq ayuu mutaystay. Markaa macnaha waxa kaloo laga faa'iidaysanaya awal leeyahay, haddaad tihiin kuwo aniga imahadinaya oo ixsaanka la imanaya, haa, waxa laydinka baahan yahay buu leeyahay Allah subxaanahu watacaala in marka aad ixsaan la timaadaan oo waxa weeyaan aad anigaad ii caabudaan, idinku way arkayo kale xitaa haddaynaad ay arkaynin, waayo anigu waxaan ahay caalamiinta rabbigooda ah. Haa, idan haa, taasina markaas waynu ka faa'iidaysanayna. Sidoo kale walaalayaal, waxyaalaha aynu ka faa'iidaysanayna waxaa ka mid a, qofku marka uu aamino marka ilaahay inuu yahay maalik yowmiddiin, maalinka qiyaamaha inuu imaan doono, inuu qofku uu tabaabulshaysto oo ilaahay uu ka baqo, ayaa insha allahu tacaala loo baahan yahay. Waxaa kaloo walaalayaal loo baahan yahay oo aada runtii aada muhiim u ah, yacni haddaynu kelmadeeni aynu soo gunaanadno insha allahu tacaala, haddaba qofka ilaahay aaminay inuu ilaahay maxadda dhammaystiran leeyahay, inuu Allah subxaanahu watacaala aw ammaanta dhammaystiran leeyahay, in Allah subxaanahu watacaala aw maalinka qiyaamo isagu boqor yahay, waxaa walaal ku waajib ah xaalad walba in Allah subxaanahu watacaala uu mahadiyo. Allah subxaanahu watacaala waxaa loo baahan yahay inaynu alla baranno oo aynu alle isku dhiibno insha allahu tacaala. Marka sidaa awgeed suuratu lfaatixa imaam shaafici isagu wuxuu ku magacaabay oo wili suura bisinku waa aayad ka mid ah suuratu lfaatixa, wuxuuna imaam shaafici marka uu leeyahay qiraa'adeedana waa in kor markaa loo qaado. Idan suuratu lfaatixa qeybtoodii hore ayaanu insha allahu tacaala inta aynu kusoo dhammayn doonaa. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa dembigeenna inuu dhammaanteen inoo dhaafo, ilaahayna subxaanahu watacaala uu naga dhigo kuwii markaa qowlka maqla waxna ku qaata. wallahu subxaanahu watacaala aclaa waclam.